انا بفضل حضرتك تشغل عشان ما حدش بعد كده يجي ويقول لي نزله عشان ما بعرفش انزله على التيمز. خلاص مفيش مشكلة، بس يعني فكروني عشان انا بس مش متعود ان انا اسجل. خلاص تمام. انا بدأت اسجل اهو، هنلاقي ايه بقى؟ لو انا جيت اربع الفي اكس، ما احنا عارفين الماجنتيود بتاع اي سرعة بيساوي ايه؟ في اكس تربيع زائد في واي تربيع. طب في اكس تربيع ايه يا مين؟ في نود سكوير كوزاين سكوير الفا. طب في واي تربيع اهي، في نود سكوير ساين سكوير الفا. ايه رايك لو جمعنا الترمين دول مع بعض تاخد في نود سكوير كوزاين سكوير زائد ساين سكوير بكام؟ بواحد، فيبقى لك في نود سكوير ماينس 2 جي واي. الترم ده هيفضل زي ما هو ايه موجود، يبقى ده كده بيديني الماجنتيود بتاع السرعه عند اي نقطه خلال المسار بتاعي. نيجي للمعادله الاهم والاشهر في البروجكتايل، وهي معادله الباث ايكويشن بتاعه البروجكتايل. الباث ايكويشن دي بتساوي ايه بقى؟ واي فانكشن اوف اكس. بنتخلص من البارامتر تي اللي موجود في معادله البوزيشن بتاعه الاكس او بتاعه الواي، وببتدي اعوض عن التايم بيساوي اكس على في نود كوزاين الفا. لما بعوض في المعادله بتاعه الواي دي كده بتطلع لي معادله الباث ايكويشن بالشكل ده. في بعض الاحيان بنحب نصيغ الكوزاين سكوير اللي تحت دي، نخليها سيك سكوير، والسيك بتساوي ايه؟ 1 بلس 10 سكوير الفا، وتحلها. طب امتى بتلجا للمعادله دي؟ لما اجي اطلب منك انك تحسب لي الزاويه الفا بتاعتي دي بكام؟ فبتتعامل مع التاني سكوير الفا دي كما لو انها ايه؟ كما لو انها اكس سكوير، والتان الفا تتعامل معاها كما لو انها اكس. تمام؟ في اي سؤال؟ تمام يا باشمهندس. نبتدي مع بعض نحل اول مساله، هديكوا دقيقتين تفكروا. على فكره البروجكتايلز ممكن تتحل باكتر من اربع طرق، والاربع طرق صحيحين، فما فيش حد يفكر ان ايه في حل وحيد للمساله. ممكن تتحل بكذا طريقه لان معادلاتها ايه كتير. طيب بس حد هنت كده سريع باشمهندسين، نقطه الاطلاق هي الاورجين بوينت، نقطة الإطلاق هي الزيرو زيرو بتاعتي. خلاص دي اللي أنا بحسب منها الإكس، ودي اللي بحسب منها الواي ريفرنس بتاعي. يلا نفكر في أول مسألة. باشمهندس معلش، هو أنا جيت، لأ لما جيت أبعت لحضرتك الريكوست قال لي تم إرسال الطلب، مش عايز يبعت تاني. يعني الطلب اتبعت لي أصلا. وانا نفس الحكايه باشمهندس، عملت كده برضه. طب استنى اما اشوف كده، يمكن مش بيجي على الجهاز، بس انا ما عنديش اي طلبات جايه لي خالص. انت اسمك ايه طيب؟ جمال عمرو. جمال عمرو؟ لا مفيش خالص، مفيش. وامير سعيد برضه؟ لا. طب اللينك طيب ممكن تبعته على ال على ال discussion. ابعته لكم على discussion. بعد
في حد عارف يحل المسألة؟ أول واحدة باشمهندس تبقى 1.3 متر الأكثر ارتفاع. أكثر ارتفاع يبقى 1.3. برافو عليك. هنا الأكثر ارتفاع بيتحقق أنت يا باشمهندسين لما بي بتساوي زيرو. لما في ايه؟ في واي. في بتساوي زيرو. في واي. مش لا مش في في واي. لما تبقى الفي واي بتساوي زيرو. ليه يا باشمهندسين؟ عشان انا على طول عند اي نقطة عندي ايه؟ عندي حاجة اسمها في اكس وفي واي. ادي في واي هنا كده وفي اكس. احنا متفقين ان في اكس مالها؟ ثابتة. طيب. واحنا نازلين هيبقى عندي في كده للاسفل. والفي اكس برضو ايه في نفس الاتجاه كده تمام. طيب الفي واي على وهو طالع الفي واي لفوق وهو نازل الفي واي لتحت عند اعلى نقطه بقى الفي واي بكام؟ عند اعلى نقطه الفي واي بكام؟ زيرو. بزيرو. فاكرين بقى المعادله بتاعت الفي واي تربيع اهي. الفي واي تربيع بتساوي في نود سكوير ساين سكوير الفا ماينس 2 جي واي. هنعوض هنا عن الفي واي بكام؟ بزيرو. يبقى هطلع من هنا الماكسيمم هايت اللي بيحصل عند ايه؟ عند في واي بايه؟ بزيرو. بيطلع معايا 1.27. في اي سؤال هنا؟ على نفس المسألة طلب مني ايه؟ الرينج والسرعة اللي هيضرب بها الارض. طيب الرينج يبقى هو عايز يعني ايه الرينج؟ يعني عايز المسافة اللي بتاعت مين؟ بتاعت الاكس اكسس دي. طيب عشان اعرف اجيب المسافة دي لازم اجيب الكووردينتس بتاعت نقطة مين؟ سي. الكووردينتس بتاعت نقطة سي دي بتساوي ايه يا باشمهندسين؟ اكس وزيرو. ايوه اكس وزيرو او احب اسميها ايه؟ ار وزيرو. انا بحب اسميها ار اللي هو الرينج. وزيرو فين؟ في الواي. فبالتالي نعوض فين بقى يا باشمهندسين؟ نعوض في الباس ايكويشن. لو جينا نعوض في الباس ايكويشن هنعوض عن الواي بكام؟ بزيرو. وعن الاكس بايه؟ بار. ومعايا الزاويه الفا ومعايا الفي نود. يبقى انا اقدر اطلع من هنا ايه؟ معادله فانكشن اوف ار من الدرجه الثانيه. هيطلع لي 2 ار يا اما ار بزيرو ودي نقطه البدايه ملهاش معنى بالنسبه لي مرفوضه يا اما ار ب 8.8 وهو ده الحل الايه المطلوب. طيب عايزين بقى السرعه اللي ضرب بيها الارض نعوض في اي معادله؟ يا المفروض تبقى نفس السرعه اللي ضرب بيها صح؟ برافو عليك برافو عليك. ليه؟ نفس المستوى. نفس المستوى كماجنيتيود نفس السرعه لكن كدايركشن بقى يا باشمهندس هيبقى العكس. برافو. هتبقى النازله لاسفل كدايركشن هتبقى لاسفل ولكن كماجنيتيود هي هي عشان نفس الايه؟ نفس الليفل واي بزيرو وواي بايه؟ بزيرو. طيب نعوض في انهي معادله عشان نتشك على الكلام اللي هو قاله ده صح ولا غلط؟ ممكن تعوض تجيب الفي واي تربيع وتجيب الفي اكس تربيع طبعا دي خطوات كتيره وبعدين تربع الاثنين وتجيب الماجنيتيود. خلاص صح الكلام ده ولكن في معادله ثانيه في خطوه واحده. اي معادله؟ المعادله السريه اللي احنا قلنا عليها معادله الفي عند اي نقطه الفي توتال بدل ما تقعد تجيب الفي اكس لوحدها والفي واي لوحدها وبعدين تربع تحت الجذر. فده انا ما طلبتش منك الفي اكس ولا طلبت منك الفي واي يبقى نجيبها كلها وخلاص وده طلع زي مسألة ايه ب 10 متر بالسكند مع اختلاف الدايركشن. في اي سؤال؟ باشمهندس معلش لو هتعب حضرتك بس الدسكشن نفسها مقفوله عندنا فهبعت دلوقتي لحضرتك اكلمك تبعت لي اللينك وانا هبعته على الجروب بتاعنا عشان رنا مش بترد. الدسكشن مقفوله عندكم؟ يعني انا حتى يعني ممكن انا اكلم حضرتك وتبعت لي اللينك وانا ابعته للزمان.
لينك لينك الميتنج ولا لينك الجروب؟ لينك القناة. هكلم حضرتك دلوقتي. ماشي ابعت لي على الواتساب. انا مش معايا رقم حضرتك، انا هكلمك على التيم. مفيش مشكلة. المسألة اللي بعديها نفكر فيها بقى شوية. ايوه دم. ايوه جاد الشات اهو. نفكر في المسألة. تمام اتبعت لي. ماشي. ماشي يا باشمهندس انا بعت لحضرتك دلوقتي. اه وصلني. يبقى انا كنت على قناه تانيه كده. ايوه انا كده وصلني. ايوه وصلني 3 ريكويست كده طبيعي. هي تقريبا كانت دايناميك 2022 او حاجه زي كده. حاجه زي كده مش مشكله. طب خلاص بص خلي اصحابك يبعتوا بقى براحتهم عشان ايه، وفي اخر السكشن هعمل اكسبت اول. خلاص تمام. هما بقى بيبعتوا دلوقتي. نركز بقى في السكشن. خلاص انتوا كده هتدخلوا على الشانل عادي مفيش اي مشكله. اه يا باشمهندسين كويس ان انا افتكرت. ان شاء الله الاسبوع اللي جاي يوم السبت اللي جاي هيبقى فيه كويز. خلاص الكويز تحبوا اخليه لكم. انتوا كام واحد اصلا؟ 70 طالب مثلا في الديناميكا. باشمهندسين لا اكتر يا باشمهندس. باشمهندس هم 276 واحد على الجروب ظاهرين قدامي. كم؟ 276 واحد ظاهرين على الجروب. لا كتير كده خلاص. بصوا بقى يا باشمهندسين الكويز بس عشان بس نبقى ايه، نبقى عارفين الرولز عشان انا هقول الرولز دي مره واحده للناس اللي معايا اونلاين دلوقتي واروح اقولها في السكشن يوم الثلاث عشان ما فيش حد يقول لي ايه انا مش عارف. الرول كالاتي يا باشمهندسين الكويز هيبقى اونلاين على مايكروسوفت تيم. هيبقى اونلاين على مايكروسوفت تيم. مايكروسوفت تيم مشكلته انه ما بيقفلش وبيعمل اوتو سبميت زي ال ام اس، بس الميزه بتاعته ان هو ستيبل ما بيقطعش. مفيش حد يقول لي اللينك مش شغال الكلام ده كله. تمام. طيب الكويز مثلا انا هقول لك ان الكويز مثلا 10 دقائق. خلاص انا هدي لك دقيقتين زياده اللي هو يبقى 12 دقيقه عشان تعمل سبميت بنفسك. طيب يا باشمهندس انا بقى ايه، انا ما لحقتش احل والكلام ده كله، انا مدي لك دقيقتين زياده من عندي، دقيقتين زياده عشان تعمل سبميت. انت بقى عايز تستغل الدقيقتين دول بطريقه معينه، عايز تحل بدقيقه وتبعت في دقيقه دي بتاعتك. ولكن لو جيت حليت في دقيقه وجيت تبعت في دقيقه وقلت لي النت هنج دي مش بتاعتي. انا مدي لك دقيقتين كافيين جدا ان هم يعملوا لك ايه سبميت. خلاص من اول هيكون ما... نعم هيكون امتى؟ هيكون يوم السبت. هبعت كل نعم السبت مش لو بكره طبعا اكيد يعني يبقى اللي جاي اللي بعده يعني. خلاص تمام. الكويز هيبقى حوالين ال 10 دقايق لسه انا ما حطيتوش، فلما احطه هقيم الايه الوقت. تمام كده لحد المحاضره السكشن بتاع النهارده.
والباشمهندس خرج يا شباب. معايا باشمهندسين؟ معايا؟ معلش حصل قطع في النت بس. معايا؟ تمام يا باشمهندس. هيبقى على اول سكشنين. هيبقى على اللينير موشن والكيرف لينير موشن اكس وواي. تمام؟ يبقى هكتب انا هكتب لكم على الصفحة دي كل التفاصيل بتاعت الكويز. والكويز هيبقى قد ايه؟ وان هو هيبقى كام دقيقة؟ وان انا هسيب لك كام دقيقة تعمل فيهم سبميت؟ وان انت مسؤول عن ده. لو في حد قال لي الكويز قفل عليا، انت ما حضرتش الكويز بالنسبة لي. انت ما حضرتش الكويز بالنسبة لي. ولازم تبقى مسؤول عن الموضوع ده. خلاص؟ نرجع للسكشن بتاعنا. بيقول لي ايه بقى؟ البنت رمت الكرة بزاوية 30 درجة وسرعة V. المطلوب نحسب اقل سرعة ترمي بيها الكرة بحيث ان تخلي الكرة تعدي نقطة مين؟ تعدي نقطة V. افكر فيها ازاي دي يا باشمهندسين؟ اتفرج الاول المفردات اللي عندي. نعم. انا معايا سيتا ومعايا الواي ومعايا الاكس. معاك سيتا ومعاك الواي والاكس. جميل قوي. يعني انت طالب البي نقطة. طب قول لي بقى، قول لي الكوردينتس بتاعت بي كام في الاكس وكام في الواي؟ الاكس 12 والواي هتبقى 5. 5. برافو عليك، هتبقى 5 مش 8 يعني. لا، ما هو 3 فوق سطح الارض بالظبط، عشان احنا بنحسب ايه؟ بنحسب الاوريجين من نقطه الايه؟ الاطلاق. فبالتالي 12 و5 اروح اعوض بقى في انهي معادله؟ اللي هي الواي بتساوي اكس تان سيتا. بالظبط كده، البات ايكويشن. وبعدين المجهول الوحيد هو مين؟ هو الفي. نطلع الفي بتاعتنا. التركه في المساله دي ايه بقى يا باشمهندسين؟ ان انا مديك الدايمنشنز بالايه؟ بالفيت. فلازم تعوض عن الجرافيتي بايه؟ 32.2. مهمه جدا النقطه دي، مهمه جدا، عشان في ناس كتيره بتقع في الغلطه دي وتعوض عنها ب 9.8، وبنبقى حاطينها الاجابه في الاختيارات وللاسف ناس بتختارها. يعني لازم نركز الوحدات اللي هو شغال بيها. لو شغال SI unit يبقى 9.8، لو شغال British unit يبقى 32.2. تمام؟ في اي سؤال هنا؟ ممكن سؤال؟ اتفضل. هو دلوقتي ليه ما اعتبرناش ان نقطة البي maximum height؟ ليه ما اعتبرناش نقطة بي maximum height؟ ده سؤال كويس جدا. هل لما تبقى البي ماكسيمم هايت ده هيوفر لك المينيمم فيلوسيتي؟ مش هي مش هتقدر تروح في حته اكتر من كده؟ مش هتقدر تعلى اكتر من كده؟ صح، بس مش شرط تبقى نقطه البي ماكسيمم. انت لو جيت جربت تحلها بالطريقه دي هتلاقي ان السرعه اللي انت رميت بيها مش هي المينيمم. تمام، سؤال كويس. تمام يا باشمهندس، شكرا. العفو. المسألة اللي بعديها نفكر فيها برضو. باشمهندس، هو في بس قانون ممكن أسأل حضرتك عليه؟ اتفضل. هو اللي هو بيقول لي ان الار بيساوي في نوت سكوير ساين 2 سيتا على الجي، ده استخدمه انت. صح. بص بقى يا باشمهندس، القانون ده سبيشال قوي، ما نشتغلش عليه غير لما يبقى ايه؟ اترمى ورجع لنفس النقطه كده، اهو عمل شكل الار كده بس، اما اي شكل تاني ما ينفعش فيه. اترمى ورجع نفس النقطه.
وما انصحكش انك تحفظه ولا تشتغل بيه. والR maximum في نود سكوير على الجي برضو نفس الحكاية. بص كل القوانين اللي انت هتقولها لي دلوقتي دي قوانين اسمه ايه ده؟ قوانين سبيشال جدا. طب يا باشمهندس معلش في السؤال اللي فات لما كانش مديني سيتا. السؤال اللي فات ما كانش؟ لو ما كانش مديني سيتا. مين قال ان هو كانش مديك سيتا؟ لا لو ما كانش مديني سيتا كنت هحلها ازاي؟ السؤال اللي فات ده؟ لو ما كانش مديني سيتا كنت هحلها ازاي؟ انت كده بتفرض مسألة مش موجودة اصلا. لا اصلا انا قابلت واحدة زيها وانا بحل في الريفرنس. ابعتها لي. طب تمام ابعتها لحضرتك دلوقتي؟ لا طبعا. طب تمام. حد حل المسألة دي؟ هنا كان عايز ايه بقى؟ عايز الار. الار دي طيب يبقى هنستخدم برضو ايه؟ باث اكويشن. نقطة بي كوردينت ساعتها ايه وايه؟ ار ونيجاتيف 150. برافو. ومعايا الفي ومعايا الزاوية الفا. تان الفا يبقى 3/4 والكوزين يبقى ايه؟ 4/5 اهو. شغال انا ايه؟ متر يبقى 9.8. طلع لي قيمتين للار، قيمه بوزيتيف وقيمه ايه؟ نيجاتيف. اخد الايه؟ اخد انا ايه؟ البوزيتيف. طب النيجاتيف دي بتدي انديكيشن ليه يا باشمهندسين؟ النيجاتيف دي بتدي انديكيشن عشان ده شكل بارابولا فبيرسم الشكل كله، فعشان كده بيطلع لك القيمه بتاعت الار النيجاتيف اللي هي الحته دي. ده هو كأنه رجع لورا، وطبعا هو مش بيرجع لورا عشان بس نعرف النيجاتيف دي جت ليه. هناخد القيمة الايه؟ القيمة البوزيتيف. في اي سؤال هنا؟ المسألة اللي بعديها نفكر فيها. اهو يا فندم سأجيب السرعة اللي هو مسافة على الزمن. نعم حدد اجيب السرعة المسافة على الزمن. تجيب السرعة وتعمل ايه؟ يعني هجيب السرعة الاول بعد كده اعوض القانون، يعني اجيب منه السيتا. بالظبط، هي هتبقى كده فعلا، بس مش من السرعة، من حاجة تانية. هجيبه من القانون بتاع الواي اللي هو واي ايكوال في نود ساين الفا. برافو. هتجيبه من قانون الواي وقانون الاكس. بمعنى ايه؟ الاكس بتاعتك بكام؟ 50. والواي بكام؟ نيجاتيف 1.2. نيجاتيف 1 and 2. بالظبط اهو.
معادله البوزيشن بتاعه الاكس هلاقي فيها ان هي بتطلع لي معادله ما بين البي وايه والزاويه الفا. ادي المعادله الاولانيه. معادله البوزيشن بتاعه الواي هتلاقي ان هي بتطلع لي معادله ما بين البي برضو والزاويه الفا بس فيها ايه اللي فوق فيها الكوزين واللي تحت فيها ايه ساين. عندي المعادله دي والمعادله دي اعمل فيهم ايه اقسمهم على بعض اجيب التان. نجيب التان. جبنا التان فعلا وبعدين جبنا الزاوية وارجع عوض في اي واحدة فيهم اجيب ايه اجيب السرعة النساء الفي. في اي سؤال؟ معلش يا باشمهندس ايه القانون التاني اللي احنا استخدمناه؟ القانون التاني لا احنا ما استخدمناش القانون التاني. استخدمنا البوزيشن بتاع الاكس والبوزيشن بتاع الواي هما القانونين دول بس. اه تمام يا باشمهندس مفيش اي مشكله. في اي سؤال تاني؟ المسألة اللي بعديها نركز فيها شوية عشان ايه الرسمة بتوحي لك ان انت هتدرس عند ايه لكن احنا هندرس عند مين. عند بي. عند بي بالظبط. وانا شغال كمان بالفيت يبقى حاول عن الجرافيتي بكام؟ 32.2. برافو عليك. ايه ده مش باشمهندس هنلاقي بنفس الطريقه اللي فوق اللي هو الموضع الاكس والواي واطلع منها السرعه بالظبط اطلع الزاويه برضو كده من البوزيشن. البوزيشن بتاع البي ده يبقى كام في الاكس وكام في الواي؟ الاكس هيبقى 30 والواي 0. لا الواي بسالب 3 بسالب نيجاتيف 3. نيجاتيف 3 برافو عليك. ومعايا الفي هتلاقي بقى معادلة الباس اكويشن اهي. بس هنحول بقى الكوزاين دي نحولها لايه؟ لسك والسك بتساوي ايه؟ 1 بلس ايه؟ تان سكوير. اه هتتعامل مع التان سكوير دي كما لو انها اكس سكوير والتان دي كما لو انها ايه؟ اكس. اكس. وتفكها. معادلة من الدرجة الثانية اه تمام. يطلع لك زاويتين. اخد انهي واحدة فيهم؟ الاثنين صح على فكره. هو كان عايز ايه؟ بص كان عايز ايه؟ سمولست انجل اصغر زاويه. يبقى ناخد الزاويه الايه؟ الصغيره. سمولست تمام؟ تمام خالص. في اي سؤال؟ في اي سؤال؟ لا تمام شكرا. المساله دي حلوه جدا عباره عن مسالتين في بعض فكر فيها.
هجيب ال H الأول من... أول حاجة هحسب ما بين النقطة A لحد B أقسمها الأول مسالتين يا بابا. طيب أسألك سؤال، من A لغاية B، كويس أوي إنك قلت كده، من A لغاية B أنت تعرف إيه عن نقطة B؟ هو أنا هيبقى ناقصني فيها ال H كده. أيوه هيبقى ال X بكام في B؟ ال X ال X ب 25 25 و H اوريج. طب وسي دي هيبقى 30 و... وهتبقى اتش نيجاتيف اكس او كده، هعمل لها بقى هعمل النقطه ثانيه. انا اسف انا اسف انا بعتذر اهو كده معلش انتوا مش شايفينها. هيبقى 30 وكام؟ هي المسافه اقل من او 10 لا هيبقى 3 هتبقى 3 30 و3 معلش عشان دي كنت عامل زوم بس فما كانتش ظهرت. طيب طيب هنا بقى نشتغل على اي نقطة مهندس بعد اذنك؟ كده هبتدي بالبي ولا بالسي؟ هبتدي بالسي عشان معايا النقط بتاعته هجيب منها الفي. برافو براف. وبعد كده ارجع للنقطه من A ل B انا معايا هيبقى معايا V فهيبقى ناقص لي بس الامنون اللي هو الاتش بس. حلو قوي. تعال نبص كده اول خطوه هنشتغل على نقطه C فعلا ومنها استنتجنا ايه ال V زي ما انت قلت بالظبط. طيب نقطه B بقى الاتش دي هتطلع في المعادله ازاي يا باشمهندس؟ اللي هي هتبقى H ناقص 7. حلو قوي. يعني اصلا 25 و H دي غلط صح ولا غلط؟ المفروض 25 وايه؟ و H ناقص 7. H ناقص كام؟ ناقص 7. برافو عليك. H ناقص 7 ده الصح اللي كنت المفروض اكتب فيه ال H. تمام. طب ليه؟ اصل انا يا اما اكتب H ناقص 7 يا اما اكتب ايه؟ يا اما اكتب Y. مش فاهم يا باشمهندس. بص يا باشمهندس شايف ده كده الريفرنس لاين بتاعك اللي بتقيس منه الواي، يعني المسافه واي الحقيقيه اللي هتطلع لك من معادله الباس ايكويشن هي المسافه دي. تمام. بس انا خايف احسب وتطلع لي الواي وانسى اجمع عليها 7 وده هيحصل في وقت كتير جدا، فعشان اجنب نفس الموضوع ده رحت قلت ايه المسافه اللي انا معلم عليها دي بتساوي ايه الاتش كلها ناقص كام؟ ناقص السبعة. فاهمين ولا مش فاهمين؟ تمام يا باشمهندس. يبقى يفضل لما تجيلك مسألة زي دي تقول H ماينس 7. ليه يا باشمهندس؟ عشان لو أنت عوضت في الباس إيكويشن عن نقطة B عن الحتة دي كده أهو إن هي اسمها Y، لو كتبت هنا Y هتلاقي في الاختيارات الواي، هتلاقي في الاختيارات الواي اللي هي باربعة ونص. فانت وعلى فكرة هي الواي صح بس انا مش طالب الواي، انا طالب الايه؟ طالب الاتش. الاتش فللأسف انت عملت كل الصعب بس جيت في اخر خطوة وتلخبط. فعشان تجنب نفسك الغلطة دي ما تكتبهاش واي، اكتبها اتش ماينس 7 عشان الرقم اللي يطلع لك هو الرقم اللي انت عايزه. فاهمني؟ تمام يا فندم. في اي سؤال؟ لا تمام شكرا. ثانية واحدة. انا عرفت ان انتوا اخدتوا المسألة دي في المحاضرة. صح؟ بس انا بس هسيب نقطه بس بسيطه. اوعى اوعى في يوم من الايام تقول ان انا هدور محاور واقول ان ده يبقى محور اكس وده يبقى محور واي. هل الكلام ده ينفع يا باشمهندس؟ لا انا افضل ماشي زي ما انا. ليه ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش ادور المحاور؟ عشان انا في الاثبات بتاعي بتاع القوانين بتاعت البروجكتايل في اول السلايدز كنت بقول ايه
ان الجرافيتي سوري ان الاكسلريشن في اتجاه الاكس بتساوي ايه؟ زيرو صح؟ والاكسلريشن في اتجاه الواي نيجاتيف جي. طب بالتالي بقى الجرافيتي اهي بالمنظر ده دلوقتي بقت الاكس ليها قيمه ولا ملهاش على المحاور الجديده دي؟ ليها. والاي واي ما بقتش نيجاتيف جي، بقت جزء من الجي. فبالتالي كل القوانين بتاعت البروجكتايل اللي احنا اثبتناها بقت نوت فاليد. بقى ايه الصح طيب يا باشمهندس؟ الصح ان انت ما تدورش المحاور خالص وتخلي دايما الاكس هوريزونتال والواي هي فيرتيكال، تمام؟ وكل اللي تعمله تحلل ايه؟ تحلل السطح المائل ده على الاكس وعلى الواي زي ما الدكتور حلها معاك في المحاضره. وصلت الفكره دي؟ باشمهندس اتفضل. انا عندي سؤال، هو ينفع انا ما احللش السرعه دي واعمل ريليشن ما بين الاكس والواي وال100 دي؟ يعني اقول اكس على 4 بتساوي 100 على 5 وهكذا، واخلي السرعه زي ما هي. سرعه ايه؟ معلش احنا يعني ايه السرعه؟ السرعه البدائيه الفي اي. احنا مش على فكره السرعه مش عادي خالص، ما فيهاش مشكله. انت لازم تحلل السطح. انا المائل. فهمت ان احنا هنحلل السرعه. معلش لا احنا هنحلل السطح ده. تمام ولا يهمك. في خطوات حلها اخر مساله معانا بقى نفكر فيها برضو. دي شبه مساله الباسكت. المره دي هبدا بالبي بدل السي بس. برافو عليك. الكوردينتس بقى بتاعت البي كام وكام؟ 2 وسالب 4 ونص او سالب 2 وسالب 4 ونص. 21. ايوه 21 و4 ونص. ايوه 21 وايه؟ نيجاتيف 4 اند هاف ونيجاتيف 4.5. والسي بتساوي ايه؟ 21 زائد اس. 21 زائد اس. ايوه برافو عليك. لازم نخلي الاس في الصوره دي. وكام؟ سالب 7 ونص. ونيجاتيف 7.5. تمام نفس الخطوات. طب الالفا بكام هنا يا باشمهندس؟ سيتا بزيرو. ايوه عشان ايه؟ عشان هوريزونتال فيلوستي. عشان هوريزونتال فيلوستي. فبالتالي يبقى اتعوض عن البي تجيب الفي. وخد بالك ان احنا شغالين بالفيت، فهنعوض عن الجرافيتي بكام؟ ب 32.2. وبعدين تعوض عن السي زي ما انت قلت هو 21 بلس اس، تطلع الاس بتاعتك والقيمه بتاعتك. اخر حاجه بس قبل ما اخلص اسال سؤال. لو كان هو اطلق بسرعه عامله زي كده والزاويه الفا بقت الزاويه دي، ايه اللي هيحصل في معادله الباس ايكويشن يا باشمهندس؟ يعني لو قلت لك ان الزاويه دي 30، التاني كان هيحصل لها ايه؟ الكره هترد تاني ارتفاع اعلى. لا 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 انا مش عايز الكره هترد والكلام ده، انا مالكش دعوه بالكوره. التان الفا، التان الفا هتبقى بكام؟ سالب. كانت هتبقى بنيجاتيف. برافو عليك، هو ده اللي انا عايز اسمعه. التان الفا هتبقى بالنيجاتيف. الحته بتاعت التان الفا دي هتبقى بالنيجاتيف. ليه؟ عشان انا ضربت بزاويه لاسفل، فانا كده بقيت في انهي كوادرانت؟ في الربع الرابع. فمين الربع الرابع؟ في الربع الرابع مين اللي نيجاتيف؟ الساين والتان. فبالتالي التان هي اللي هتبقى بالنيجاتيف، والكوزاين هتفضل زي ما هي بالبوزيتيف، مش هتفرق معايا في حاجه. وهي اصلا كده كده متربعه. لكن الهدف في الموضوع ده لازم تفهمه. انا عايزك تفهمه ان انت لما تضرب بزاويه نيجاتيف بالمنظر ده كده يبقى التان هتبقى بالايه؟ بالنيجاتيف. ايوه ده اللي انا عايزك تاخد بالك منه.
بس مهم قوي تاخد بالك من النقطه دي. طب معلش يا باشمهندس ده بقى هيأثر في الحسابات على ايه؟ معلش هيأثر في الحسابات على ايه؟ تخيل كده دي بقت نيجاتيف تان الفا، فبدل ما ده كان اشارته بص ده يبقى اشارته ايه؟ النيجاتيف. نيجاتيف بس الحسابات اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ تمام تمام، يعني احنا هنحط النيجاتيف، مش ما دام هي بالنيجاتيف يبقى نحط النيجاتيف بتاعها. انت اللي هتحطها، هي مش هتطلع، انت هتكتب 10 30 الكالكوليتر هيطلع لك بالبوزيتيف. انت اللي هتحطها من عندك. تمام وصلت. دي فكره مهمه جدا جدا جدا، ممكن تفيد الامتحان بنسبه كبيره. تمام، في اي اسئله يا باشمهندسين؟ شكرا يا باشمهندس. شكرا يا باشمهندس. انا رفعت لكم السلايدز من اول الترم، رفعتها على الشانل في الفايلز، لو دخلت الفايلز هتشوف السكشن الاولاني والسكشن الثاني والسكشن بتاع النهارده، والديتيلز بتاعت الكويز ان شاء الله هكتبها لكم على الشانل. تمام تمام يا باشمهندس. طب يا باشمهندس انا كان عندي بس سؤال في الريفرنس كنت مش عارف احله. طيب انا هوقف الريكورد والناس اللي عايزه تخرج تخرج، واللي عندك السؤال هاته.